في الحقيقة في البداية ندعو لله تبارك وتعالى دعوات طيبات كريمات للزميلة والأخت والصديقة العزيزة الأستاذة دعاء حسن، ندعو لها بالشفاء العاجل، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها وتخرج سالمة آمنة غانمة إن شاء الله. بالأمس كانت معكم الزميلة دعاء حسن في الحكاية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، أصابتها وعكة صحية للهواء، طبعا لم تستطع إكمال حلقتها وتم نقلها إلى المشفى، واليوم أجرت عملية جراحية. لذا في البداية أردنا أن نتمنى لها الشفاء العاجل، وأيضا نطمئنكم عليها، هي بفضل الله الآن خرجت من العملية الجراحية والأمور تبدو طيبة بفضل الله، ونسأل الله عز وجل أن تخرج يعني سالمة معافاة غانمة في هذا الوقت، إن شاء الله غدا تخرج إلى بيتها إن شاء الله. طبعا هذا ربما أسرة قناة الشرق، ونحن في بيت قناة الشرق ربما حضراتكم لا تعلمون، ولم يأتي فقط المجال لنتحدث، نتحدث معا عن هذا البيت، عن هذه الأسرة، أسرة قناة الشرق. نحن هنا بالفعل عائلة، نحن هنا أسرة واحدة، كل ما يلم بهذه الأسرة من الأحزان ومن الأفراح ومن الأطراح نعيشها معا، نعيش خارج هذه الشاشات ونحن أجساد وقلوب وعواطف وأحاسيس. ربما لم تأتي الفرصة قط أن نحدثكم عن دعاء حسن التي تبدو دائما وأبدا أمامكم على الشاشة وبهذه الجدية، لن أبالغ إذا قلنا أن دعاء حسن هي الأخت التي تحتوي الجميع في هذه القناة، الأخت الحقيقية، الأخت في بيت الشرق التي طالما يعني الجميع يعلم قدر عاطفتها وقدر حرصها علينا جميعا، هي الأخت الكبيرة في هذا البيت. فالوجه الإنساني الكبير والدور الكبير الذي تلعبه دعاء حسن ليس على الشاشة بل خلف الشاشة معنا ومع كل زملائنا هنا في قناة الشرق. لذا دعوات طيبات كريمات أن تعود سالمة آمنة غانمة معافاة إلى جمهورها وإلى محبيها، وردنا في البداية أن نطمئنكم عليها، وأيضا لأطلب منكم الدعوات الطيبات. لا أحمد، طبعا أنا أشكرك على هذه اللفتة الجميلة جدا، زميلتنا دعاء تستحق الكثير وتستحق أكثر من ذلك، إن شاء الله يا جماعة بنطمنكم عليها، نجمتنا الجميلة بإذن الله ستعود إلى البيت بإذن الله غدا بعد إجراء عملية جراحية اليوم. تبقى دعوات حضراتكم أمهاتنا الجمال الطيبات اللي بيشوفونا، كل مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا، دعوة جميلة لزميلتنا دعاء حسن بتمام الشفاء والعافية وعودتها بإذن الله سالمة غانمة إلى جمهورها وإلى بيتها قناة الشرق وإلى برنامجها الحكاية. كل التمنيات وخالص الأمنيات بالشفاء العاجل والاطمئنان على الزميلة المحترمة دعاء حسن.